مو معقول. معقول يصير هذا الشيء؟ معقول يصير هذا الشيء؟ شو عم يصير؟ شو عم يصير؟ خلينا نقعد لحالنا شوي، بلكي منطفي نار الشوق. شو انت جنيت؟ ما تتمسخر علي، اتركني، انت واحد مجنون. وين بدنا نروح لك جنكيز؟ انت اخي بالدم، لا تنسى. خلاص بكفي. وين رحت؟ وين رحت؟ بدي لعبك لعبة صغيرة. انت بتسألني وانا بجاوب. اسألني عن عمر يا اخي. عشبة، بعيد عني، روح من وشي. اسألني، اسألني عن شيء ما حدا بيعرفه غيري وغيرك. اتخانقنا انا وعمر مرة وضربني بوكس. ليش؟ انا بحياتي ما ضربتك يا جنكيز، بحياتي ما رفعت ايدي عليك. اسألني عن اول روحة قلنا على السينما. كيف بدي اعرف؟ كيف بدي اتذكر؟ هاد الحكي قديم كتير. معقول ما بتتذكر؟ بذكرك بالصيف بالسينما المكشوفة، غمضت عيونك من الخوف، كل الوقت كنت عم تسألني شو عم يصير. عمر خبرك بهذا الشيء؟ انت من وين بتعرفه لعمر؟ من وين ها؟ اسألني عن شيء مستحيل عمر يقدر يقوله لحدا. خلص. شو هو؟ شو هو أسوأ شيء عمله عمر بحياته؟ هي مستحيل يقولها. ها؟ شو هو أسوأ شيء عمله عمر؟ ها؟ ها؟ مع سليم بالثانوية كان عنده ساعة غالية كتير، كانت ساعة حلوة وغالية، قلت لك عنها. وتاني يوم مديت لي الساعة من تحت الطاولة بالصف. شو قلت لي وقتها؟ هاي إلك يا أخي. وانت شو عملت؟ قصدي عمر شو عمل؟ أخذتها وما عطيتها لحدا، يعني سرقناها. قلي شو صار بهالساعة بعدين؟ عطيناها وقتها لبكر، كان عنده سلسلة كتب من 1 لـ90، أخذناها منه وقريناها كلها بيوم واحد. لك أنا شو اللي عم أقوله؟ معليش اسألني كمان، اسألني عن لما اجيت على الورشة وجبت لنا سندويش معك، اسألني عن نص الخزانة يلي بغرفتي ويلي خصصته إلك. لك أنت من وين بتعرف كل هالشي؟ اسألني كيف كبرنا سوا، اسألني كيف كان يركض واحدنا إذا صار شي للتاني، اسألني كيف صرنا أخوة بالدم أنا وياك، ويوم سرقت المصاري من المزهرية وأبي خانقك وقلعك من بيتنا. اسألني. مو معقول تكون أنت. اسألني شو يلي عملته يومها. اسألني. أصريت وقتها وقلت له ما بيروح، قلت له هذا أخي، قلت له هذا الولد الصغير الأزعر تبع عائلتنا، وقلت له أنا دمه بدمي، وقلت له أنا وياه واحد، وإذا هو بيروح أنا كمان رح روح. معقول أنت عمر؟ أنت أخي بالدم؟ عن جد هذا أنت؟ ليش أنت ما متت؟ أنت لساتك عايش يا أخي.
سألني يا أخي. ليش لك جنكيز؟ من شان عيشة؟ بس من شان عيشة؟ لك هذا أنا لك جنكيز؟ هذا أنا يا أخي؟ أنت قتلتني إلي، أنا يلي تقسمت معك كل شيء، أنا يلي كنت جنبك طول الوقت وحميتك من كل الناس. ليش لك أخي؟ ليش أنا؟ لأنك كنت أنت. يعني شغلة حسد؟ لا، لأنك كنت صديقي، لأنك ضليت صديقي شو ما عملت معك أو غلطت. دخلتني على بيتك لعند أهلك، شاركتني بكل شي عندك، ما رميتني برات حياتك مثل ما كان لازم تعمل. لأنك كنت أنت مثل ما أنت، لأنك ما كنت تشوف الحياة صعبة وما كنت تعقد الأمور وتشوف كل شي بينحل بسهولة، لأنك كنت زلمة منيح وقبضاي. عملت هذا الشيء لأنك خليتني أعرف مين أنا بكل دقيقة بكل لحظة. كنت عم تورجيني دايماً إنه أنا بحياتي ما رح أقدر إنه أكون شيء، لأنك كنت تقلي دايماً إنه أنا ما فيني أكون مثلك. كل ما طلعت بعيونك كنت أعرف من جواتي إنه أنا واحد حسالة يا عمر، حسالة. مشان كل هذا يا أخي، انت بتعرف قديش انا بكرهك يا عمر. ليش ما رحت؟ ليش؟ ليش ما قدرت اخلص منك؟ ليش ما بدت يا عمر؟ ليش؟ انت لازم تموت.